ما حكم صبغ شعر المرأة بلون غير الأسود كالأصفر أو الأحمر وغيرها من الألوان بهدف الزينة والتغيير للزوج؟ لا مانع، لا مانع أن تصبغ المرأة شعرها بشرط أن لا يكون تقليدا للكفار، لا تقلد. إذا كان من باب فقط الزينة والتغيير الشكل للزوج أو حتى بين النساء وهذا ما في بأس، لكن أهم شيء لا يكون تقليدا للكفار. ومنها ما حدثتني إحداهن قبل أيام أنها دخلت عليها يعني طالبة أظن أو كذا تلبس حلقة في شفتها، حلقة في الشفة، فقلت لها ما هذا؟ قالت ما في شو مشكلة، حطها في حلق في الأذن أو في الشفة. قالت متى جربتي هذه؟ من رأيتي؟ المهم لما حقت معاه شايفة ممثلة عملت هذا الشيء فقلدت. هذا لا يجوز تقليد الفساق والكفار في مثل هذه الأمور. يعني الزينة ما فيها مانع لكن لا يكون تقليدا للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز تشبه بهم، وإنما يضع الإنسان الزينة الطبيعية التي يعرفها الناس كلهم، الله أعلم.